سؤاشو وحي كسب سنتهي ودنكو وشافعي ومذهبك ودنك لقاها استا شافعيوي محمد هبتك لله قفة واني ما حسب المذهب مذهبك الشافعي كلي ما اللوفة وضو كل هو إشكال لقيا بودتك قار إني كتمي شباب تيد وحي تهي أولا هرت مذهبك أصل ما هي وحا أصل اتباع دليلك للراعي يا النصوص للراعي أي أصل وقضب مرلباتك وحل إلى هذا علماء أكتوذ سيد مقرر كأه العام لا مذهب له روح عامي أيه يعني ساقو مركا علمي على هيني مذهب مله مذهب تمكا لحقان ويا مذهب مركا يقان وكت حي هي كعمل فلا مشرو واجب كصارني وحي تهي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ويدي أهل الذكر هو علم صاحبك السؤال هدي أيضا قرن مرك وعيد وحويدين ينا إنو إلى هذا مذهب كاكلي يقف توض حق ملك علمك السؤالي سيدي لقوي أه سيدي الراجح يقوي أقبه أي يقف توضني ساساوذ وحبيع كرتا إن مركا مذاهب كلا الدوان لوقفة ووضوه أو ويسدين مذهب لوقفة ووضوه صلاة اللفتي إذن مذهب كلا لوقفة ووضوه واجب كيسي سقوى قتي دتك أهل العلم أها مركو السؤالي دتك وأقونت علم أولي هنا واجب كود وإني مركا وحي قرن يانو الشيغان ومدك لا شيخ وحل ويدين يهدو السنة أقب الراجح إنو يهي السنة أقب إنو مرجوح يهو لغا قوي سن يهي أحسن كوحون نغن ياسيد مركا الراجح أقبه ساسو كعم الفريا سيدا سانو ضدك وقفت ووني قول أقب إنو مركا ضعيف يهي ودليل كاللوعس كان يهو ضعيف يهي حديث كيسوان أصحين حديث صحيح أنا خلاف سن إنه كل أحد حديثك الصحيح أها أو فتوضه حديثك ضعيف كأه تنوع صمرك صح من غنيس السيدة أحسن كي أرجح أه وإنه مرك أفتوضه وحنا لا يلا هذا قاعدة أهان العمل بالراجح واجب لا راجح وقاعدة أهل العلم قاركوضة الشيغان عمل فلك سيد الراجح قوي قال له عمل فلا راجح ما هي واجبي راجح إن له عمل فلا واجبه وحنا كحرمت هاي ظنك عالم كي كحرمت سيد مركا يسقو راجح أو قبو مركا سيد راجح أو قبو وين كفت وضا كن عمل فلا مرجوح إنه كل رقمه كعمل فلو كفت وضا تصح من غنيس سيدا أحسن كي وحي النغنيسا سيدا الراجحة الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أحسن كنا وأرجحة أي أحسن كي سوكلي على سبيل المثال قبيسي مركا صلاة اللوق قبيسنا يوقف كي عذر دار كي أكوق قبيسنا يي وكسق ناضي وحصاروا ري أحاديث تقار كود وصحيحي هذا كسقا البخاري ومسلم باي سووريين علماء دون اسلو قولهن سحادو ذا اشيغيا ان قبيسو ايا هاي وچيغا ايا لبدا كف ان لقا قبيسنا واحد شراء حديث خلاف سن وتلمام ايسا التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين تيمم كوا لبا مركا ضربة ولبا قراع او دولك لقود فنيوه مدنا وجهك على مرينا يا مدنا لبذا قعمود بالله مرينا يا إلى حصول لذا أما صحول لذا كل بصدو تقان أيا لجارسيني حديثك كان وحوة المام يا إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا نبي عليه الصلاة والسلام وحو عمار كويري رضي الله عنه وحكو في الليل أن تقول بيديك هكذا قعمها قينات صلاة قصة ميصوه تأذن مركا قعمه بو مركا رولك كل فتاي تأذن وحكومة صحي وجهي لبدا كف لبدا حديث مصنا
حديثنا وحوي وحديث حديث اللي سلو قولي هو اللي سكوا فقصي هاي حديثنا وحديث يعني أئمة بدن كودو يعلم هذا محدثين تا بدن كودو أي ضعيفين أيان أو بل وقف إيا مركز ضعف كلب الله شيء أو كضربتان كتلماما مركز مذهبك مركو قبو مذهب مذاهب تكمدي إن أي مركز حديث كاس تلماما يضربتان كإن لقو عمل فلو وقاب كلوغ قبي سنة يا إتهي إلى مركز وحوي سحلضة لقارسين أيوه قعمها مركا لمساح أيوه يعني موحا لقفتون أيها يعني كالصحيح أبا لقفتون أيها مثل كالضعيف كأبا لقفتون أيها صح دو حين نغنيسا كالصحيح أه إن لقفتون أيها مركا نغنيسا أمثلة بذنبا موضوع عاسوك لتصالين كرا مثلا وكل بعض المذاهب وحلقه يابا ان مركه مسائل شقار كود واحاديث له احاديث لسنا امام كاينه غارين ان مركه waxaa weeye مقرر اكتود اي كتهي ان مركه سدا اي مران مذاهب كلو احاديث صحيحه كعمل فشي ده ان مركه waxaa weeye lagu fatwoodo maan ciidiyay ma jiro لا نصب ديدين ولا إجماع بانديدين ولا قول صحابي بانديدين ولا قياس صحيح بانديدين قياس جلي بانديدين ما دام يعينك استهي وحين نغنس دليلك إلا الراعي نغنس وانا لعي كرتا روح يسوى مذهب هايستا هدنا مسائي شقار كود إنو كو خلاف مذهب كام مركا يسداسي قوي لن نغطي وأدي لذا أوهلي وادع ذا علماء نواة سمين شرين أي ماذا لفتوض وحي كدر دار من إذا صح الحديث فهو مذهبي حديث كأضوء الصحي سقائي مذهبا وحانا لسؤال يا علماء يهوري مسائل بذن أي مذهب كو خلافين أي مذهب مذهب كستو مذهب تكمضا أو سيدة قوي قال لن نغطي أي كعام الفلان وكو دقمين وحي هايد من مركا مقرر وشري شرتي منا هين مركا مد مذهب كي لغا بحايو مركا بعض المسائل لغو خلافو مذهب كا قوة ذا مسألة ذا سي أي حوق غلية ذا هاي دراد يد الله خلافو إلا الله سوى نغلي علماء ذا قاركو ثلث المذهب إن أي مركا وحايا خلافين هذا مع ذلك لغو ترين آيو إنو مذهب كي كمي دي هاي إما كمزاني وأرضي شافعية وحلقا سوى نغلي ثلث المذهب إنو شافعي كو خلافين صاحب أبي حنيفة محمد بن حسن الشيباني يا أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم وحلق صور نغلية يقنى ساس وكلا إنه ثلث المذهب كو خلافين بل متكوذ وحلق صور هراء ثلثي المذهب أيها أبي حنيفة كو خلافين قال لي مالك صدح دلول قرده سيدة أبي حنيفة كتقي لابد دلول بكو خلافين دلول نواكو وافقين حيالا لقى صور نغلية كميتة إشكالك لقيا بدتك قارين السؤال وريانو وحي تهين يلهدان ما يخلافك الله خلافك كرا واترتا مذهبك والدليل لو خلافك كرا لكن عد خلافك كرتا وعد مركا وحوي يعني مركا يدو عالم أم مركوي أو يعني مركا درجة دي اجتهادك مذهبك قاري إشكالك هو هنا السؤال ورين كرا مركا انت كالوردان لقصارو وانت اس مركا هنا يلهدان روح مركا هنا ومركا يلهدو مذهب كان مركا خلاف ما يو او بكل عجره وبجره مسائش صوردان مذهب كم من راعيا دليل كالصور لي تصنع يالي ما يو تصح ما هو نصوص دي أدلة دي كهر منيس وفكنا وحوية يهدو دليل كي قرطو دليل كإنو الراعا صارا دليل كهدو قرطي وفهمي إنو مركا الراعا يا صارا ودليل كالراعا حجانا أنه غن ما يسو إنه إلى هذا حديث كان أنا جاي ما خصيه أو حويه مركه وحنا هاي أما الشافعي بانا هاي أما حنبلي بانا هاي أما مالك بانا هاي أما حنفي بانا هاي مره ضيع عين كاتهينا هذا المركه إمامك ومركه كعمل فلين وقاضا أنا أقول مركه وح الراعي ما يقاضا ما يو ويدد كوردان هذا النبي عليه الصلاة والسلام بحجك الحديث حجة على الجميع حديث النبي صلى الله عليه وسلم دتكو دن حجك ياهي
حجكم معه كريا علماء المجتهدين تا كريجود أما قارن ماذا حجكم معها أي أمة دولم بحجكم يهي هذه مركا وحوي الروح حديث كي سوق علي وقادين الصحيح يهي دلالة سيء فهم يهدان فهم وشيء كريوي إنه يلا ذو حنو خلاف يا إمام كأيان قاضا دو حوي مركا عذر دار من قنيصه يعني هدي لو يدي له إلى هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام حد قادم ويدي حد وعمل فري ويدي حجة سيما كسو قادي محوك جواب يا ما إمام بان راعي بورنا يا ما مذهب بان راعي بورنا يا ما عالمك إيمش يجيب بورنا يا مرك إذا مرك عالم كان كنت إحنا يعني وحوي يا أين مرك قاتو كعمل فري مصارين تنوع سي مرك حجة كم رئيسا معها حديث النبي صلى الله عليه وسلم دت كردن يا أمة دردن بحجك يا هاي علماء يا عوام تيدا مد والبا عدي أن فهمين أما أن سو قارن أما أن قرن يعني يدو هل كيدا عذر دار كيدا يلنا يان وعشر أعذار علماء ذو خلافان مركا حديث غير كذو خلافان ما ها إمام كستا أما عالم كستا سنة النبي صلى الله عليه وسلم يا حديث النبي سو ذا قارن معها إنه وذا هي معها واتمرك إمام الشافعي ويري رحمه الله ما من عالم إلا وقد تعزب عنه بعض السنة عالم كست علماء كم إذا شيء السنة كم إذا كقرسومي عالم كست علماء كم إذا شيء السنة كم إذا أي كقرسومي سنة النبي أنا صلى الله عليه وسلم شخص واحد الرسول كسك يأوض كوبي مشره وحل قرنيا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم النبي يقول ملازمة بضنا يقول لتشوق بضنا يعني مسائل شقار انت كقر صومان أي صحابة كلو يقع علمي قود أنقارين أي شهدت شري ورن شري مركا حديث كاسو النبي قليلي وعكم إذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يعني النبي ملازم بولاها ولا تشوق شري ولا رفيق شري انت احاديث اي كسر ورتي النبي عليه الصلاه والسلام يا ابو بكر يا عمر بابا حي نبي يا ابو بكر يا عمر با قالي نبي يا ابو بكر يا عمر با سداها يعني حتى وقتي هذا غير كود يعني هبين كبير لعوين شرين والنبي لا تشوق شرين عليه الصلاه والسلام ملازمه هذه لا ايغو ولا بد الصحابي او مركا ملازمه بدنا النبي عليه الصلاه والسلام نبي قلنا امورها وكرس شن جري امورها مسلمين تا وقتي بدنا النبي لا تشوق شري مركا أحواش النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا نين وضع كوبين وحوي يا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أشياء كم إذا أي أنت كقر صنتو أي عد علم جود أن قارين بوقت هذا قارك كبر أروتين جرتي على سبيل المثال يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وحكى قر صنتي مجوس كان النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا مجوس كائن جزية كقاضي وكقرصون إلى عبد الرحمن بن عوف وأشياء عمر حديث كبخاري ذا وعمر مركا جزية كما قادين أما قبر كما قادين لما كان مجوس كذب كعابدا إلا أشياء عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر حديث كبخاري ذا مركا سو جزية كقاضي مثال آخر عمر وحمرك رأيهان ولم غطي إن مقت مرك لغاته تلقو قيب صنيه تلقو إنا قيب صني ساسي مرك ولم غطي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يا حديث كالنبي الشيعي مقت إنا لحلته إنا مؤجين إلا مرك ذنب الله شيعي أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها مرك الله شيعي أي رأيك سكن نغضي أصيد حديثك الشيخ مكتو إنا دحلتهي وأن تلك إسكاقي بسنين إلا دحلايو سيد النبي دحلو ويالي مركز صداقاتي مسائل كلا متعددة أي إذا نصاص وكلا وقصو أرورت مركز أي ماذا وادع ذا أي علماء أما علماء الصحابة ها هذان أما علماء التابعين تها هذان أما علماء أتباع التابعين تها هذان أما أئمة الفقه كلها هذان إن يحوي أشياء السنة كم إذا كغر سوميس أعذار بأو خلافان وقت هذا غار كود وحي موذي أنا حديثكم مركي سيائنا نصقنين وقت هذا غار كود حديث كان سوق قارين
واختيار قال كون تسو قالوا أي طريق ضعيف كقال يسوى طريق لو صحيحة أو طريق صحيحة إني أركين واختيار قال كون وحي مودة إنه منسوخ يا هاي سكن حقيقة أي طاي إنه منسوخ هاي أي طاي مركا إنه محكم يا هاي واختيار قال كون وحوي أدلة كلو خلاف صن إني شرتو أي مركا وحوي أكتو ذا كسو نايد مركا سيد هذا مركا وجه كلكو أوليين سي أدلة ذا مركا إنه عارضين أمك الأرجحين أدلة ذا كلك أرجحين أسباب متعددة أياجرتا واتمركا وحوي شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة قرية ليلة رفع الملام عن أئمة الأعلام إن وحوي يعني عنانتا لقكر قاذا أيوه أي مذي أعلمتا أها إبوره كالكردقنا وأئمة المذاهب أما أئمة الفقه يعني مسائل شيء مركا سنذكو خلافين أي أسباب تأيو خلافين أيوكاه الله الشيخ إلى طبن صببوض أيو تحيي كتاب كاسنكو تفسيري وكعدين مركا وحوي عالمك هدي وحكا قرصوما وصندو عيني قارين تيسوى معذور لكن قف في قلدين أي صندو السوق قاري حديث السوق قاري اي اكتس كسوق ناضي اي وقاضي حديث كنين الصحيح ياهي دينو كعمل فلاصارا بعض الحديث اي ماذا قار انو عدام باتشرا انو السوقية امك الشافعي كنت المسألة إن كبضاً أيو مركا كحري تجستو كتجا أيو قاضنا أيو صحة حديث كي يثبت كذا أكثر من 50 مسألة كنت المسألة إن كبضاً وحكم إذا مسائشة حديث كتلمام يا هلب كجيل إن لجوي سيستو النبي عليه الصلاة والسلام يري توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم مركز الشافعي وحيري إن ثبت هذا الحديث قلت به حديث كان هدو سبناده وأنا رانا يا وكنت جيا الإمام البيهقي أحمد بن حسين ناصر مذهبه وحيري قد صح بلا ريب شكل أنبو حديث كان أصحي لبا صحابي وكلا الدوان بانو كسوغي لبا حديث بو حي كسوغي بخاري مسلم لدحوة الماما يا توضوا من لحوم الإبل ولا توضوا من لحوم الغنم هلب كجيل كويسيس هلب كأرده كويسيسنينا ككرنا وحوت المامية أن نتوضأ من لحوم الإبل قال نعم قال نتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت هلب كجيل مكويسيسنا هاب النبي عليه الصلاة والسلام هلب كأرده مكويسيسنا وحو إلى هداد أنت كويسيس يعني واجب كما هنا كويسيس الكوحة المامية سومالي ذا قاركود وحان سقنين باي كشي كيان وددك قاربا وحي إلا ذا نهيلب قيل با لعنايو ديادنا نمبا مركا ددك كم ذا أيان نافكا سوا بحصتي مركا سانيك خاتشرايو وكحشو ذا إنو كعو مركا سان نبيو يلبي إلا هدين ويسايستا وحي هيلب قيل عنايو ويسايستا ماشان هيلب قيل با لعنا وركا سوا كذب وبين أبوروي بين وي بين يا ووحن شريم نبي عليه الصلاة والسلام وحل السؤال يا أن توضأ من لحوم الإبل هلب كجيل مكوي سيسنا قال نعم وحلها أن توضأ من لحوم الغنم هلب كأرق مكوي سيسنا قال إن شئت أداد أنت كوي سيسو كاسوا حديث حديث كالنبي نبوح الشيء يا توضأ من لحوم الإبل ولا توضأ من لحوم الغنم كوي سيست هلبك جيلا هلبك أريقها كوي سيسنين تكلا وركا إليهين نكبا كخش رأي أمركا وحوي كعك رواي صحابه وكدين بضنائين إن يقو أمركا ويسد وكتشفتي أي سكفر ديان أمركا وحوي أي ويسد وكعك روايان وحيا هاي دين كودا قار إلى شضا دين تودنا وحو البكلوي انتهي بأهايين وحصل قرنا يا وحلم إذا أمي أبي يرتشين فرسمنا ولي بواشر تايو النبي عليه الصلاة والسلام وحو الشاقي روح يسق الصلاة كتشرا هدي ويسد وكتشب طاين ويسكر قصدي وح يعني مركا يعني قرري أصنك اللي كفر ما يكره إنه مركا ذاتك إيهاميو أو يسق أصنك إسهايو أو مركا سيدي وح مركا ليقو كره إنه كيمي دتك او صورا يا اما سيده موتسينيا انو marka ka baxo safka ala kulli hal adilladu waxay sheegaysa
النصوص هي أدلة للراعه علمتنا وحي الله دينا هدي وحوي قول كعالم كروح إسكجده دليل كنا وخلاف سيئة يخطروي شافع اللفتي سوى حلقة الشيقين أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد مسلمين توحي كو إجماعين وإسكو وافقين قفك السنة الرسول عداد حديث النبي إننا أحلال أهين أبنانين هذا القف كلا إنه قتبه ينقل الإجماع إجماع بسونا قلبي يا أئمضوا هذا اللفظ النوع كساب سنبي الهدين عبد الله بن عباس وحول أراهم سيهلكون أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول إنها أبو بكر وعمر وحان أم علينا يا أبو لإني مركا هلاك سميا أما سيهلكون لهلاك يا أم علينا يا أما إيه هلاك سميا سيهلكون وحان كعرنا يا رسول كي إلهي صلى الله عليه وسلم وحو يري يقول وحي قعرنا يا أبو بكر يا عمر باديدي يا أبو بكر يا عمر باديدي أرمي لفظك كلا يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال أبو بكر وعمر لكن لفظك هراء أي صح أبدا مركع عبد الله بن عباس يا إمدي تابعين تبا هذا اللهم مركع موضوع يدا قصة بصنب الشيخين إمام مالك وحول ما منا إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر أقواشا اتباع قصة بصنب وحيكم لسنة النصوصة فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أضمرت وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم إلهي رسولك سوحي حكمين روح هذا وعداته لا مذهب ولا إمام ولا عدك لأيان أخلاف يا مذ بنان ماها مذ كبت باذينا ماها أنت آن وقفه أعدان وحمدهبك خلاف السنة أين أعدان والدليل أهي أنا أعدان عذر داربولين لكن هذا أعداته دليل خلاف السنة سيدا مذهبك قصر أيهي أما سيدا عالمك يري أما سيدا إمامك يري عذر دار وهل ما يؤين إسكراعه أو دليل كي النص كي كتقو وأيه تيدتك ورنو وححجك وهالدليلك الله با يري الرسول كيسا يلا حجك لكن عالم هبل يا إمام هبل يا مذهب هبل أيو ما حجة يكتها يواجب الاتباع عن لخلاف كريم ما يا بل هدي مذهب كي يا إمام كي عالم كالله خلافه دليل كي أو عدا ذي روح انتو كتغو ومركا وحوي مذهب كي مركا دبقى لو راعه وحوي يميد كبت باذي ما وحالله يلا هذو من قلد عالما لقي الله سالمنا صحيح معها إطلاقي دي. وقول من قلد عالما لقي الله سالما فغير مطلقي ورهد الله رنا يا من قلد عالما لقي الله سالما كي عالم قلت إلهي وحول كل ما يأسوا النبض قلي فغير مطلقي إطلاقي هذا ما تقليد كالسين لقو بدبادا تقليد أعمى يكو ضيشين للا لقو ما بدبادا وحيسوا قلي سابي أهل العلم قوي الهدين من كل مذهب اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم قفكوا دليلك وعدا ذيهدوا دليلك إسكا خلافه أو إلى هذا وحوية وحي شيخ باليوري بس بإقالية بقول دليل هذا ذيك أنتو كما تقايوا هدو إلى هذا يا خطر بك السغي خطر بو الضاقية يا خطر أي الضاقية مركا على كل حال ماذا بك إلا برتاوان مناسب أو فروع الفقه قال لبرتو لكن مقصود لذاته ماها وإن لو كان ميستا يعني مركا فهم كنصوص تلفهم أي فروع الفقه قال برشاد لبرنا يو ماها غاية دي مقصود كي وينا ماها وحين نغنى يسا مقصود كويني اتباع كتابك يا سنة أسل إلهي أمري اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء اللهم حول لمذهبك الراع ميول مسوء وحيك الراع اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم راعك الذي سؤال شيء حق الرب الذي ينكسر الرقي ولا تتبعوا من دونه أولياء وحنكو سيدرينا
marka laga hadlayo raajixa waxa laga yaaba in la yiraahdo raajix ma daama aanu ilaaba illa qat'i ahayn xalo raaciyo waxa loo oranayaa masaa'isha sharciyadu waxay u qaybsamaan masaa'il qat'i ah iyo masaa'il dhanni ah wa faa'ida ziyada hadda marka aan mowduuca ku sii daraa laakiin jawaabtu intii horey ku eegtay masaa'isha sharciyadu waxay u qaybsamaan masaa'il qat'iyya iyo masaa'il dhanniyya مسائش قطع ذاهي ومسائش أدلة ذو أيتها الصريحة ذا دلك رو خلاف سنة اللهين أما إجماعي ذا أيتها احتمال كتشرة أنو تشمين مسائش عين قاسي يقوى واضح وعشرة مسائل ظنية مسائل ظنية ترى ظني قوى ما حي ومسائش أدلة نوعا ما إسخلاف سنة هاي ولك لا أرجحها أيو كيف أرجحها أما الدلالة دي والله يسكو قبطي لكن وحي كلالة هاي ظاهر إيو هي مركا معنى أن ظاهر هاي معنى أظهر علماء قال أظهر كيف يكون حنباري علماء قال كودنا وأولين أما خلاف الظاهر بيكون حنباري مسايش قال كود بقى حديث هذا اللي يسكو خلافا مسوغان طيب مثل مسوغنا حق الصدود كذا اللي يسكو خلافا أما حق الدلالة دي اللي يسكو خلافا حلو رانا يعني مسائش اختلاف جابدا كود وغالب كود وحين غنى المسائل الظنية هذا ظني مركا للي هاي معها إني اسكف ضد هاي أو ليس خلاف كرؤسي لدون لقي لك مركا للي الراجح يا مرجوح سبا الله بضينا يا وميسان بضن السنة ومرجوح ولقى ميسان بضن يا وظنية حتى واحد يعي كرتا عالم سبا لا أرجحه عالم كلنا سكلا لا أرجحه أما عالم ككلية بحال ذاك الدوان مريا أحل بمثل الراجح نغنيا هذا إمام الشافعي وحولي قول قديم يقول جديد قول جديد مركو كنت جايو وحل جدا بأو مصر يمية ده وحوي سدا بلا الراجح نغطي إمام أحمد وحولي روايات متعددة روايات فربضاً بلغة سورية مركز سألة اللبر رواية مسألة كلية أما صدح رواية كلية أما أفر رواية كلية أما شر رواية كالدوان بكلية مرسلاً بويري مركز سلاً بويري مركز سلاً بويري كلي قد ما حتى صحابته أراد كالدوان اجتهادات كوي مركرين أو بكر الصديق مركز خلافة هاي مسأي شقار كود بك اجتهادي سيبا للراجح نغطي سيدي بو حكومك عمل فلاي عمر بايمي أمير المؤمنين بو نغضي مسائل مسائل الشبه ذا أيو مركا وحو إساقنا للراجح نغضي سكالة إساقنا صدقا لحكومة لكن حكم كي هوري كمد بتبين كسو قدبتا عمر بن خطاب مسألة واحدة أيو حل سي حكومة يا مركو إمارة هاي حل كالنا سكالة حكومة يا مسألة ده حال كله يلا هذا حمارية يعني أما وحوي مركب مقعدة بدن له أما حجرية أما مشترك هذا أما مشترك هذا مر بسيب الحكم عمر مركب الله شيء قال لي يري وحوي برجع رصاص هذا حكم تاي هذا على ما قضينا وهذا ما نقضي به الآن تصنع وحي تيسان وحكمنا مركيدي تصنع وحي تهاي صار هذا حكمين اجتهادك وتغيره راجح نمدي قفك مربى مدبى للراجح نغنى إساء مربى سيدى للراجح نغتوك عمل فريق مثلا مثال عن سوقبته العلم بوحي إلى ذي قفبا صفرها قبل ذي بقروه واجتهاد يا انتو اجتهاد أيها لكم اجتهادك أبضي أرجح إلى النغتوين قبل ذي التهي أي أتو كان يا صلاة أحرنين سيدى بأتو كذا صلاة كحرنين فقعد مركوتو كذي بعضنا وحلم يسام بضطي جسوا تكنا يننا هنا جهادا كلا أي قبله طهي رجع عبد الله بعد جس تبو شيء سنين وحلم يسام بضطي سام رجع عبد الله بعد بوتو كذي تي صدحات باتمي وارما يجس هذا تكتي صح ما هي جس صحاني ملا وجس كلا هذا نجح هذا كلو تك وحلم عكرتي هذا أفرت الرجع عدود أفرت جهاد وكلا تكدو مر هذين قطع أهين أي تهي وحوي يعني مركا ظني أي تهي
oo marba si arjax ay la noqotay mid walbana ijtihaad ay ku timid waxay noqonaysaa inuu mid walba seeda u tukado seeda ku waa ala kulli xaal ashyada la yiraahdo waa tarjiix waxba la kala arjaxayo raajix iyo marjuux bay kala leedahay seedaba waxay ku dhisan tahay yacni dhanni raajixiinu meesha ku jiro yaa قطب الرحاها قوة المظنة فهي لذا تعارض مئنة يعني ترجيح محكو ورقية وحكو ورقية وحتى وقوة المظنة ووحي ما لها حوشية إني ماشي كسبيين ما لها وحوشية فهي لذا تعارض مئنة مركا إسعاردان تاسع على مضى مركا بارك الله فيكم وحال الربا إن يعني أصل لقدك دليل كاتباع للراعة أيوه قفك أنت الدليل خلاف سن مذهب كأين وعدانا مذهب كواكو عمل فريا لكن مركب وعداته الدليل خلاف سن الدليل كوين الراعى سدى سوية والله أعلم.